هذه الأيام أيام بركة وخير، أيام بر وطاعة، ويشتغل فيها الناس وينشطون لأنواع من الخيرات، وهذا من فضل الله على أهل الإسلام أن مكنهم من مواسم يقبلون فيها عليه ويزيد فيها نصيبهم من التقرب إلى ربهم. لكن لا يكون فقط نصيبنا منها الصورة والعمل الظاهر دون ما يكون من الثمار والآثار في القلوب، فإن الشأن كل الشأن في مدى صلاح قلبك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فتش عن صلاح قلبك في كل عبادة.